قال: وفي رواية في الصحيحين: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج أو عوج. قال: وفي رواية لمسلم: أن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة. هذا توضيح الآن في الحديث معنى وصف المرأة بأنها خلقت من ضلع، قال: لن تستقيم لك على طريقة. هذه خذها قاعدة في حياتك، أن المرأة لن تستقيم لك على طريقة، يعني تضع لها خط مستقيم تقول تمشين على هذا الخط لا تميلين يمين ولا يسار، اطمئن أن هذا لا يحصل، لن يحصل أبدا، لابد من شيء من الميل والعوج، هذا طبع المرأة، لن تستقيم لك على طريقة. فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وكم من كسر الذي هو الطلاق حصل في بيوت كثيرة بسبب عدم فهم هذا الحديث. كم من كسر وكم من طلاق حصل في البيوت بسبب عدم فهم هذا الحديث. ولما أقول كم من كسر وطلاق أقصد هذه الكلمة بعينها، كم من طلاق حصل وكم من كسر لعظم حصل أيضا، كم من بطش في المرأة وظلم لها واعتداء عليها واستغلال لضعفها. ومر معنا الوصية بالمرأة وتحريج النبي صلى الله عليه وسلم في ضعف المرأة، لا يستغل ضعفها بأن يبطش بها. فكم من كسر وكم من ظلم حصل بعدم فهم هذا الحديث، لكن الإنسان يفهم هذا الحديث ويفهم طبيعة المرأة ويجتهد ويسدد ويقارب، والتوفيق بيد الله عز وجل، هو الحافظ وهو الهادي وهو الميسر وهو المعين، لا شريك له. نعم.